نهر النيل ليس مجرد تاريخ ولا ماضي ولا حتى مستقبل، ولكنه في رأيي هذا الكيان الضخم الغريب المقدس الذي ربما لا نعرف عنه شيئا حتى الآن. قالوا وكتبوا عنه كثير، وهناك الكثير من المواثيق والمخطوطات، وأعتقد أن هناك المزيد. كل هذه الكتب والمخطوطات موجودة هنا في مكتبة وزارة الموارد المائية والري. تابعونا في عزيز عيني وهذه الحلقة وهذه المكتبة العظيمة. من مكتبة وزارة الري هذه المكتبة الرائعة نلتقي مع المهندس عمرو القاضي مدير عام المعلومات والإحصاء والمشرف على المكتبة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. وبنشكر حضرتك جدا إن لما بنلاقي حاجة معمولة بشكل جيد ومتحافظ عليها وفي اهتمام بيها أكيد لازم نشكر القائم عليها، فبنشكر حضرتك. تعرفنا بقى على المكتبة، المكتبة دي بتحتوي على إيه؟ هي المكتبة بتاعت وزارة الموارد المائية والري تعتبر من أقدم المكتبات في الوزارات يمكن في الوطن العربي كله. المكتبة بتحتوي على زي ما بنقول كده يمكن تاريخ الري في مصر. طب هي أقيمت إمتى بما إن هي أقدم مكتبة في الوطن العربي؟ هي المكتبة كمكتبة مركزية هنا هو إن هي كانت عبارة عن مجموعة من المكتبات، المكتبات دي كلها كانت موجودة في أكثر من جهة. اتخذ قرار سنة 98 إن احنا نضم المكتبات دي كلها مع بعضيها، وفعلا افتتحت المكتبة المركزية نتيجة دمج 4 مكتبات رئيسية مع بعض، مكتبة قطاع التخطيط ومكتبة ضبط النيل، وكان في كمان المكتبة بتاعت الشخصية بتاع الدكتور عبد الهادي رضي الله يرحمه اللي هو وزير الري الأسبق. المكتبة هنا هو يمكن لو قلنا نقول ان احنا نقسمها لجزئين رئيسيين، يعني الجزء الاولاني اللي هو بنتكلم على التراث والتاريخ بتاع الوزارة. لو حضرتك تبتدي تشوفي هتلاقي ان حضرتك ان هنا موجود من اول كتاب وصف مصر بالالبومات الصور بتاعته بالمجلدات الخاصة بيه اللي هو فاضل له حوالي 2 3 سنين كده ويبقى مكمل 200 سنة من ايام الحملة الفرنسية، من ايام الحملة الفرنسية يعني على ما كتب الطبع موجود. طبعا بيوصف مصر بكل ده طبعا ايامها. بنتكلم كمان ان في الكتب الخاصة بالمنشآت بتاعت الري متوثقة، الحمد لله ان الوزارة طول عمرها بتوثق المشاريع الكبيرة بتاعتها. يعني حضرتك هتلاقي ان في البومات موجودة خاصة يمكن ساعتها كانت مرسومه مش متصوره طبعا من اول بناء القناطر الخيريه، في توثيقات للقناطر اسيوط القديمه، خزان اسوان، السد العالي، كل البيانات دي موجوده ومتوثقه في قلب المكتبه. التوثيق للمشاريع اللي على نهر النيل متوثقه يعني من سنه كام بدايه المشاريع؟ بقول لحضرتك ان احنا عندنا من اول وصف مصر الحاجات الموجوده والقناطر الخيريه من اول مشروع اتعمل. هتلاقي كمان ان هنا هو كمان في التقارير اللي هي بنسميها زي التقرير السنوي او التقرير الاعمال اللي بتتم عن السنه اللي كانت بتتقدم. وفي حضرتك لو شفنا هنلاقي مثلا في عندنا من ضمن الحاجه الموجوده حاجه من سنه 1885 86 بيوصف الاعمال اللي تمت خاصة بوزارة الموارد وزارة الأشغال ساعتها أو نظارة الأشغال زي ما كانوا بيقولوها يعني في مصر كلها. وكانت ساعتها مصر بتتكلم على أقاليم، وكان بيتكلم على بعض المنشآت اللي هم حاولوا إن هم يعملوها بحيث إنها تساعدهم في الري وإزاي إن هم زرعوا والكلام ده كله، وده موجود ومتوثق وزي تقرير ممضي من نظر الأشغال في الوقت ده. بالإضافة لكده هو حضرتك هتلاقي ان في قلب برضو المكتبة، ودي من الحاجات الوثائق اللي موجودة، بعض الكتب سواء العالمية اللي بتتكلم على
نهر النيل واكتشافه، زي الوايت نايل والبلو نايل، زي ديسكفر اوف ذا نايل. في كتاب برضو اللي هو قصة حياة نهر أو قصة حياة النيل نفسه. انا اللي فهمت الكتب دي بالذات اللي حضرتك بتذكرها عالمية، يعني هي مش الكتاب بتوعها علان مورهد وكتاب يعني مش مصريين، ولكن قيمة الكتب نفسها هي اللي أدت بيها ان هي تكون عالمية. بالظبط، هي قيمة الكتب وإن ما تحتويه هذه الكتب بيؤرخ. ودايما من بنبص للكتاب فبنلاقي حضرتك الكتاب ده مش بس بيتكلم على جزء التاريخ، ده بيتكلم على التاريخ والجغرافيا والحياة البيئية اللي موجودة في قلب المنطقة على في ضفاف هذا النهر الوقت، على يعني ضفاف والقرى النهر، وكل حاجة. الرحلات اللي تمت، لأن حضرتك نهر الرحلات كانت بتتم من أيام حتشبسوت بدأت تبعت الحملات عشان تبتدي يكتشفوا المنابع صحيح، هذا النهر القادم من الجنة زي ما كان بيتقال، أو اللي هو عايزين هما يعرفوا هو اكتشفوا فين. المنابع متأخر مش كده ولا ايه؟ يعني يعني قعدوا فترة مش الصورة عارفين منين. على فترة كل واحد بيوصل لجزئية معينة وبيبتدي يرسم خريطة معينة لما تم الوصول ليه. إنما طبعا في العصر يعني نقول شبه مش الحديث، يعني الحديث بس من فترة طويلة اكتشفوا المنابع الرئيسية بقى، سواء كان بحيرة فيكتوريا أو البحيرات الاستوائية أو البحيرات اللي موجودة. وعشان كده حتى حضرتك بتلاقي ايام الاستعمار الانجليزي اللي هم اكتشفوا فبداوا يسموها، يعني تلاقي بحيره البرت، بحيره فيكتوريا باسامي برض ايوه صح الملوك صحيح، ايوه والامراء اللي مش هم افريقية خالص يعني. يعني هذا ليه اسامي افريقيه بس هم. طبعا الاكتشاف بتاع منابع النيل ووصول المستعمر الابيض لهذه المناطق خلاه كمان يقدر ان هو يكتشف معاها الثروات اللي موجودة في قلب المنطقة، سواء بنتكلم بقى على الحيوانات والعاج مثلا، بنتكلم على الثروات الطبيعية التانية اللي موجودة، بنتكلم على تجارة الرقيق نفسها بدأت ان هم يشوفوا الناس، يبتدوا ان هم ياخدوا غلاء الناس معاهم عشان هم يبتدوا يخدموهم، وابتدت تجارة الرقيق ان هي تنتشر في اوروبا بسبب القصة دي. كمان الكتب اللي حضرتك ذكرتها، ان انا بصراحة كنت متخيل ان انا هاجي المكتبة هلاقي الكتب كلها متخصصة قوي، او المتخصص فقط هو اللي يقرأ فيها، مختص بالري بالزراعة احتياجاته، لكن اكتشفت ان ممكن اي حد يقراها يستمتع بيها، يعني فيها برضو جانب تاريخي جانب جغرافي ممكن نبقى حابين نعرفها. تمام. هو حضرتك برضو يعني عشان المكتبة فيها حوالي أكتر من 12,000 كتاب أو 12,000 عنوان. طبعا بنغطي أساسا طبعا الجزء الخاص بالري والهيدروليكا وكل ما يتعلق بالري، كنا بنتكلم على حصاد أمطار، بنتكلم على أساليب علمية لاتخاذ القرارات. وبعد كده حضرتك عارف دلوقتي ان الدنيا كلها بقت زي ما بنقول كده بقت متشابكه، يعني ما فيش حاجه اسمها ان احنا بنتكلم عن الري بعيد عن الزراعه، بعيد عن الطاقه، بعيد عن البيئه، بعيد عن الصناعه، لا نفشل لو عملنا كده، بالظبط. ما ينفعش. فعلشان كده يمكن احنا بدأنا ان لو حضرتك تشوفي الكتب هتلاقي كتب بتغطي مجالات كتيره قوي موجوده متعلقه بيؤثر ويتأثر بالموارد المائية. طبعا الجغرافيا والتاريخ، عندنا الموسوعة الجغرافية، عندنا الموسوعة العربية، عندنا بعض طبعا في كتب موجودة هنا اللي هي خاصة باللغات وخصوصا اللغة الإنجليزية، لأن هنا المكتبة معمولة مخصوص أو خصيصا للعاملين في الوزارة. طبعا بيتشجع العاملين في الوزارة سواء مهندسين أو بقية العاملين يعني ان هم يحسنوا من مستواهم العلمي.
انا عايزه اقف هنا، لان كنت بفكر انه يعني ساعات في اي مجال، حتى مجال الاعلام مثلا، لما اجي اقرا القديم على اعتبار انه قديم الواحد يعرفه، ولكن ممكن ما يفيدش قوي دلوقتي على اساس في تحديث في كل حاجه. هل بتستفيد من الكتب دي حاليا في ظل التحديث في الزراعه؟ احنا عارفين طبعا كل حاجه بتتقدم بشكل مهول، واحنا محتاجين نتقدم برضو في الزراعه وفي الري وفي اساليب الحديثه كلها، فبتنفعكم الكتب دي؟ اكيد طبعا حضرتك، ان احنا يمكن مصر والنيل ليهم خصوصية كبيرة شوية، ان هو النهر موجود من الاف السنين، والنهر واسلوبه وطريقته والري اللي موجودة فيه هي موجودة. فلما نبتدي نحدث احنا لازم نعرف القديم علشان نحدث الجديد. زي ما قلنا كده، دي بتبقى زي خلفية او باك جراوند موجوده لاي حد من اللي هم الباحثين اللي موجودين، بيقدر يستفيد منها ان هو يعرف اصلا كانوا بيفكروا ازاي. يعني حضرتك ما تعرفي ان مقاييس النيل اتعمل المصريين القدماء بدل ان هم يعملوها من قبل ما يبقى فيه لا اي اناظر ولا اي سدود ولا اي حاجه. زي مقياس النيل اللي في المانيال، مقياس النيل اللي في الروضه احنا ده عملنا يعتبر حلقة حديث، عنه برضه، ده يعتبر بنقول حديث طبعا احنا مش بنتكلم اللي هو اتعمل ايام الفراعنة بقى. سنة حوالي 861 ميلادية. لسه في مقاييس موجودة يعني، طبعا تستخدم دلوقتي كأثر يعني، في من في القديم قوي مقاييس كده طبعا، هو دلوقتي زي ما حضرتك موجودة. قلت كده ان العلم تقدم، فدلوقتي بقى فيه حاجات بسنسور زي مشروع التليمتري اللي موجود، بيقدر يجيب المناسيب ويقدر يجيب جاست من خلال نفس الاوضه اللي موجود فيها، بيقدر يعرف مناسيب النيل في كافه ارجاء النيل والترع الموجوده، ويقدر ان هو يصل يبقى يعرف الميه تصرف فين، محتاجين يزود المنسوب قد ايه ويقلله قد ايه. بس ما زالت اللي هو اللوح الرخام بتاعت زمان دي الموجوده، فهي موجوده اثر وموجوده ان هي بيتعمل لها قرايه وموجوده بيتعمل تشيك عليها، لان برضه احنا بنقول العلم الحديث ممكن حاجه تحصل تبوظ تحصل مشكله، فبرضه نرجع نرجع للقديم، مش نرجع اللي فات للقديم قديم قوي، وتاهي بس يعني. يعني ايه يعني بيبقى باين قوي الدنيا ماشيه ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو فعلا زي ما حضرتك قلت انها من الاثار، يعني حضرتك ايوه ان في المقياس موجود مثلا اللي هو في معبد رمسيس الثالث ده من سنه 1580 قبل الميلاد، في سوري في معبد ده في جزيرة انفينيتي اللي هو معبد سايتس لجزيرة انفينيتي في أسوان، في معبد رمسيس اللي هو في مدينة هابو اللي في الأقصر ده 1155 قبل الميلاد. المصري القديم كان بيؤمن بأن هو في حياة تانية بعد بعد الحياة، يعني بعد الوفاة، وعشان كده كانوا بيحنطوا وخلافه. فكان من ضمنها ان هو كان بيقسم، يقول اقسم انني لم الوث نهر النيل. فده يبين لنا من الله زمان قوي يرحمهم بقى. المصريين ما يعرفوش. لا يعني يعني طول عمرنا بنهتم بيه، طول عمرنا بنحاول نحافظ عليه، يعني يمكن ده اللي بنتمناه دلوقتي. صحيح. ويمكن الوزاره في سعيها ان هي تحط استراتيجيات وخطط بهدفها الرئيسي ان احنا نعمل ترشيد ومحافظه، لان احنا كده ولا كده احنا اوريدي احنا في العصر الفقر المائي شئنا ما بينا. دي فيجرز بشكل عالميه عام بشكل عام، دي فيجرز عالميه بكميه الميه المتاحه تقسيميها على عدد السكان، لو هي اقل من 1000 متر مكعب في السنه يبقى احنا درجه فقر مائي. فده الدور بتاع الوزاره بيتزايد كل وقت في حل هذه المشكله. طيب، هو في حاليا مثلا العراق اعلنت عن نهر جف بالفعل فيها، في جنوب افريقيا ايضا هناك مشاكل مائيه وتم اعلانها، يعني اعلنوا بصراحه كده. احنا بنعمل ايه طبعا مع وجود سد النهضه وما الى ذلك، احنا اللي ايه اللي بنعمله عشان نقدر نحافظ على مياه نهر النيل، واحنا لسه نقدر ناخد الفرصه ان احنا نحافظ عليه ونتجنب اي مشكله؟ هو احنا اوريدي من سنه 97 احنا بنعمل حاجات كتير، بنعمل حاجات كتير، لان زي ما قلت لحضرتك ان احنا دخلنا عصر الفقر المائي بالزيادة السكانية اللي احنا بالمعدلات اللي ماشيين فيها، فاحنا دخلنا في معدل الشح المائي، طريقة احنا استخدامنا كمية كمان. المية اللي عندنا ثابتة مع عدد السكان العمال بيزيد، فالوزارة العبء بتاعها بيزداد يوم عن يوم. زمان يعني بنتكلم في التسعينات اوائل التسعينات كان الوزارة بتدير الموارد المائية، كمية المية اللي موجودة ازاي تديرها يعني عشان ما كانش فيه مشكلة.
لا دلوقتي احنا بنتكلم على مش بس الموارد، احنا بنتكلم على الموارد والاستخدامات وازاي نحاول ان احنا نعمل ترشيد بالتعاون مع الجهات المختلفة. عشان كده يمكن اول حاجة اتحطت الخطة، لما اتحطت خطة قومية للموارد المائية كان اول مرة بنتكلم على مبدأ المشاركة، كان كل الوزارات بتشارك لان كل وزارة ليها دور، سواء وزارة الاسكان ليها دور في المية الشرب اللي بتاخدها، او المية اللي بتعمل لها تنقية او بتاعت الصرف الصحي لو بتلقى على المجرى المائي علشان نقدر ان احنا نعمل اعادة استخدام لو المية دي سليمة. وزارة الصناعة علشان نبتدي نشوف المصانع واللي بتبتدي تلوثوا. وزارة البيئة ودورها في المراقبة. وزارة الصحة وبتاخد عينات وبتبتدي تشوفها. وزارة المالية عشان والتخطيط عشان توفير الاستثمارات وخلافه. آخر حاجة إن الوزارة حاطة استراتيجية لغاية سنة 2037 20 يعني 2030 و2037 2030 عشان تتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، برضه بمشاركة كافة هذه الجهات، ومتحدد المشاريع والبرامج. في مشاريع وبرامج عاجلة اتعملت وبتتعمل في خلال السنتين دول، وفي مشاريع في خلال ال10 سنين اللي جايين. كل الهدف ده منه ايه؟ هدف منه ان احنا ازاي نقدر نخلي كمية المية المتاحة دي تقضي الاستخدامات المطلوبة. في سؤال بقى، يعني اعتقد كتير من المشاهدين المحبي القراءة وهم بيشوفونا نفسهم يجوا، ينفع يعني ممكن في ناس غير مختصة او من المواطنين العاديين يقدروا يجوا هنا المكتبة ويتعاملوا معاها كمكتبة عادية، ولا مانعين ده؟ هو مش ممنوع قد ما هو حضرتك عشان نحافظ على هذه الكتب وهذه ثروة. الثروة زي هي فعلا ما ثروة طبعا. بيقولوا. يعني هو متاح لطلبة الجامعة، لطلبة الماجستير والدكتوراهات، الباحثين يعني. الباحثين الدراسات العليا اللي بيحتاجوا ممكن ان هم يجوا. لو لقوا حاجة هم محتاجينها فممكن متاح ليهم ان هم، احنا الوزارة ممكن نصور لهم من 10 ل 15 يعني طبقا للميزانيات المتاحة ورقة هدية من الوزارة يعني. في بعض الأحيان لو حابين حاجات أكتر أو حاجة ممكن يقعد بقى يجي مرة واثنين وثلاثة يعني ونتواصل معاه. إنما إحنا بنفكر دلوقتي إن إحنا نبتدي، الوزارة ليها موقع فبنفكر إن إحنا الموقع ده نبتدي اللي هو الخاص بالمكتبة كمان، إن إحنا نبتدي نحدثه يعني. طبعا حضرتك عارف ان اي حاجة محتاجة ميزانية وميزانية كبيرة. انما احنا بنفكر ان احنا نعمل اسكان لكل الكتب، هذه الكتب القيمة اللي موجودة، بحيث ان هو بدل ما اجي امسك المجلد نفسه وابتدي افتحه، ان احنا كله بيبقى خايفين طبعا عليه جامد جدا تمام، لا ده يبقى موجود على كايمج موجودة وصور ممكن نستعرضها عن طريق الكمبيوتر يبتدي ان هو يشوفها. في نفس الوقت ده هيبقى نوع من انواع ان احنا بننشر هذه الثقافه، ان هو يشوف فعلا الصور اللي موجوده اللي هي بتبين زي ما قلت لحضرتك بقى من اول بقى تاريخ بناء القناطر والقناطر المختلفه والمشاريع اللي موجوده وخلافه. لو هتكلم، احنا يمكن حضرتك ذكرت بعض الكتب الموجودة هنا في المكتبة، ايه برضو اهم الكتب بما انهم 12 الف كتاب؟ وهل في وثائق مثلا هامة، مخطوطات، ايه اهمها تحكي لنا عنها؟ هو زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنتكلم ونقول ان عندنا كتب فعلا ان هي بتعتبر زي كتب التراث والمخطوطات القديمة. احنا عندنا مثلا موجود برضو نسخة من الاتفاقية بتاعت سنة 1929 اللي خاصة بالنيل.
عندنا كتاب مثلا اللي هو شخصية مصر، 1929 دي اللي قعدنا نتكلم عنها ايام سد النهضة والنفتي مش هي لوحديها، هو في والخريطة بتاعتنا بقى. هي في اتفاقيات كتيرة قوي موجودة ومعاهدات، يمكن كانت القصة كلها موقعة من أيام الاحتلال الإنجليزي والإيطالي وخلافه، هما كانوا بيوقعوا نيابة عن الدول، بس يعني دي حاجات قانونية، من هو في الآخر إن هو قانونيا بيقول إن هو الدول المستعمرة كانت بتوقع عن الدول، فالمفروض الاتفاقيات دي سريعة. إنما برضه بنتكلم إن إحنا عندنا هنا برضه زي ما هو موجود القديم وموجود الحاجات المتخصصة، في بعض الكتب الموجودة، يعني موجود مثلا الافتتاح، كتب بتحكي افتتاح قناة السويس، تمام، في عندنا كتاب شخصية مصر، تمام، تمام، في دكتور عندنا جمال بعض حمدان. بتاع جمال حمدان، في عندنا بعض الموسوعات زي ما قلت لحضرتك، سواء في الجغرافيا او التاريخ او بتتكلم عن المنطقة العربية، بتتكلم عن افريقيا، في بعض الموسوعات المهمة اللي هي ممكن بتساعد زي ما قلنا الباحثين في ان هم يقدروا ان هم يكملوا ابحاثهم، زي ما قلنا برضو انها معمولة للوزارة، فالهدف برضو ان احنا في بعض كتب الترجمات او كتب اللغات دي، علشان ان هو يمكن اشهرها التويفل طبعا، لان اي حد بيعمل ماجستير او دكتوراه دلوقتي فالمفروض يعمله، فبرضو هنا الكتب بنحاول ان احنا تبقى حديثة وبنحدثها اول باول عشان نبتدي ان هي تبقى مساعدة للاخوة الباحثين. يعني لسه هسأل حضرتك في حاجتين، حاجة منهم هي التحديث، والحاجة التانية الكتب العظيمة دي، ويعني 12,000 كتاب ومنها كتب ومخطوطات ووثائق أثرية وتاريخية، حصلتوا عليها ازاي وازاي بيتم التحديث؟ لأن العالم كل يوم بيبهرنا بأشياء حديثة جدا ولازم نواكبها، يعني فازاي جت وازاي بنحدث؟ جات الحاجات دي اصلا في حاجات ملك الوزاره، حاجات كانت اهداءات للوزاره من قديم الازل، والوزاره زي ما قلت لحضرتك ان هي بنقول ان المكتبه هنا هي ذاكره الوزاره، هي فعلا ذاكره الوزاره. الوزاره زي ما قلت لحضرتك برضو ان هي ما زلنا بنحتفظ بيه ونوثق كل الاعمال اللي موجوده وبنحافظ على هذا التوثيق، يمكن مع الاوضاع الجديده والعلوم الحديثه وخلافه بنفكر انها تبتدي تتقلب بقى، ممكن تبقى افلام وثائقيه، لسه ما فيش أفلام وثائقية في يعني هتعمل. هو الموجود، في عندنا وحده للاعلام المائي موجوده بتصور وبتعمل توثيق لهذه البيانات الجديده يعني، بس احنا برضو ما زلنا عايزين ان احنا نحتفظ بالخرائط مثلا والرسومات التنفيذيه والصور، لان الحاجات دي بيبقى لها وضع خاص مع الوقت طبعا. بالنسبة للتحديث طبعا احنا في ظل الظروف الاقتصادية اللي موجودة، ففي بروتوكولات تعاون ما بيننا وما بين مختلف الجهات، أكتر من جهة، يمكن مكتبة الكونجرس في القاهرة في بيننا وبينهم بروتوكول تعاون، في بيننا وبين اتحاد المكتبات العربية بروتوكول تعاون، بيننا وبين مكتبات موجودة داخل بعض الهيئات والقطاعات داخل الوزارة برضو بروتوكولات تعاون، وموجود ده على السايت بتاع الوزارة، بحيث ان هو اي باحث بيجي يدور على اي كتاب بنقدر، لو مش موجود حتى في المكتبة وهو موجود في جهة تانية، تمام، بنقدر نقول له هو موجود فين ويقدر يوصل له بسهولة. تحديث المكتبة نفسه بقى احنا سنويا بيبقى فيه دور النشر العالمية، بتبتدي ان هي بتبعت زي احدث الاصدارات اللي موجودة او احدث الاصدارات اللي طلعت خلال السنة للوزارة، بنبتدي نعمل ليها الموضوع ده، بتعمله زي تصفية، بنبتدي نشوف الكتب، بيبتدي تعمل زي استقراء للكتب دي والمواضيع الرئيسية ما بين القطاعات المختلفة في الوزارة اللي بتتعامل مع المكتبة، أنهي كتب هي في احتياج ليها أكتر، وبنبتدي إن احنا لو متاح يعني إننا نشتريها فإن احنا بنبتدي نشتريها ونضيفها للمكتبة. هي الجميل جدا. وفي وسط كلام حضرتك ذكرت ان المكتبه هنا هي ذاكره يمكن الري في مصر، وبناء على هذا فاحنا معانا هنا، انا مش عارفه هو اسمه ايه ده بقى، ده يعتبر زي التقرير السنوي، يعني تقرير تقرير الاعمال عن سنه 1886 من 1887 85 85 86 ل 86، وطبع 87. ما هو بيطبع طبعا بعد السنه اللي بيخلص فيها،
ده اسمعني. بيشمل بقى كافة يعني بيقول السنة دي حصل ايه المية اللي كانت هو مين. طبعا التعليق هي مكتوب اعمال الري في سنه كذا كذا للكولونيل مونكريف وكيل نظاره الاشغال العموميه المصريه، وزاره الري كان اسمها كده في وزارة الوقت وانا ده، لسه بقول لحضرتك كانت وزارة هي طول عمرها كانت ومترجم طبعا. الاشغال. هو الملاحظ كمان ان هم هنا كاتبين مش محافظات ولكن كاتبين اقاليم، اقاليم. وهو صغير مش كبير لكن بيشمل يعني اعمال الوزاره خلال هذه وزاره السنة الاشغال بقى خلال هذه السنه في كل اقليم بشكل مختلف. تمام. هو بيوصف الأول في اللي حضرتك شفتي في الأول الجزء الأولاني، وبيتكلم على النيل والمية اللي موجودة فيه، وبعد كده بيمسك إقليم إقليم ويبتدي يقول إيه هي الحاجات اللي هم عملوها في هذا الإقليم كري أو يساعد عشان يساعد في الري. طبعا ده كان بعد بناء القناطر الخيرية، فهتلاقي مثلا إن هو بيتكلم ان هو بعد القناطر عشان يحافظ على الميه عمل مثلا سد مش عارف في منطقه الخضبه، وسد تاني في منطقه الجيزه، ده نجح وده ما نجحش وده مشاكل وده، يعني بيذكر كل بيكتبوا حاجه بصراحة بالتفصيل. يعني اه طبعا. مش بيتجملوا. ولاحظت ان هم مثلا في اقليم الفيوم قال لك لا احنا ما اشتغلناش قوي السنة دي في اقليم الفيوم مثلا، وكاتبين بالترع بكل حاجة. ده طبعا قيمة أثرية كبيرة قوي لأنه بيبين لنا حاجات كتير، وأكيد حضراتكم كمختصين بترجعوا له أحيانا بيفيدكم. هي مش رجوع قوي اكتر ما هو زي ما حضرتك قلت كده، ان ده بيبين حاجتين. الحاجه الاولانيه ان فعلا احنا بنحافظ ازاي على التراث بتاعنا، وان ازاي الوزاره وثيقة بتوثق تاريخية. هذه الاعمال بتاعتها اللي موجوده، والاهتمام اللي موجود، يعني الاهتمام اللي كان موجود لدى المصريين من زمان بنهر النيل. ده بالنسبة يمكن لقصة أعمال الري في سنة، وده على طول بيلفت انتباهنا إنه زي ما قريت كده إن وكيل نظارة الأشغال العمومية يعني الوزير كان إنجليزي، وهي بدأت فعلا يمكن حاجات كتير قوي في مصر كانت يعني بدأت بعناصر إنجليزية أو مختصين إنجليز باعتبار الاحتلال، وبعد كده اتنقلت إلى المصريين. إمتى وزارة الري أو زي ما مكتوب هنا نظارة الأشغال العمومية انتقلت إلى المصريين بقى هم اللي بيديروها مش الإنجليز؟ هو التاريخ بالظبط انا مش فاكره، بس يمكن في العصر الحديث يمكن في لسه باسماء الوزراء اللي هم من اول بقى النظاره دول موجود اساميهم يعني الناظر بالتفصيل. بالتفصيل موجودين. كل واحد تولى من سنه كام لسنه كام. بس اعتقد ان هو البدايه بتاعت الاهتمام بالري تحديدا ومن ايام محمد علي، وكان بيها بقى عارفين محمد علي صاحب اللي هو النهضة النهضة المصرية الحديثة. الحديثة. فزي ما حضرتك قلت كانوا بيعتمدوا ان في اجانب موجودين، بس في نفس الوقت كان بيبعت المصريين أيوة بيبتدوا ان هم يروحوا يتعلموا ويبتدوا يرجعوا هنا، هو ينقلوا اللي هم اتعلموه ويبتدوا ان هم يتولوا مناصب ويدخلوا الزراعات بقى حديثة، يدخلوا افكار حديثة في كافة العلوم ومنها طبعا الري والزراعة. ازاي ان احنا السد العالي طبعا كلنا عارفين اهميته وعارفين افاد مصر ازاي وقد ايه هو مشروع ضخم وعبقري يعني لمصر كلها، لكن ازاي انه بعد ما اقمنا السد العالي بفتره وجيزه بدات الزراعه تنحدر؟ ايه اللي حصل؟ يعني انا عملت مشروع يخلي الزراعه احسن
اللي حصل انه العكس، يعني زي ما حضرتك بتقول اه القطن، القطن لا خلاص ما بقاش زي زمان، ما بقيناش نقدر نقول زي ما كنا بنقرا في الكتب كده ونحفظها ان مصر بلد زراعي ومش عارفه ايه وبنصدر وبنعمل، مش الكلام ده، ايه اللي حصل؟ لا هو اللي حصل ان احنا يعني دايما خلينا نقول ان دايما السياسات وال اللي موجوده بتواكب المجتمع اللي موجود فيه. يمكن بعد الثوره وبعد تقسيم يوليو ثوره يوليو طبعا وتقسيم الاراضي الزراعيه على المزارعين، بدل ما هما كانوا بيشتغلوا في الارض بقى هما ملاك ليها. لو حضرتك بنتكلم الكلام ده كان 53 54، فالنهارده كل واحد من دول كان واخد 5 فدان، فهو دلوقتي بنتكلم على احفادهم او احفاد او اولاد احفادهم، فبالتالي حصل تفتيت للملكيه الزراعيه. فبدل ما كان زمان بنتكلم على ان الاقطاعي عنده 100,000 فدان 50,000 فدان بيزرعهم مره واحده، لو حاجه باظت الباقي موجود دلوقتي مفيش هو بدات ان هي الملكيه بقى الاشخاص ده ليه قيراطين، ده ليه 3، ده ليه نص فدان، ده ليه فدان، فالوضع اختلف. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا في تحرير للدوره الزراعيه، يعني زمان كان الفلاحين بيجبروا على ازرع صيفي كذا وشتوي كذا، دلوقتي بقى هو بيزرع الزراعه او المحصول اللي هو عاوزه. تمام. طبعا ده بيمثل عبء اضافي على الوزاره، لان زمان كان معروف ازاي هتوزع الميه وخلصت، لما دلوقتي لازم يبقى فيه متابعه ومتابعه دقيقه للارض بتتزرع ايه، فبالتالي محتاجه ميه قد ايه، فبالتالي نصرف ميه قد ايه، عشان الميه دلوقتي بقت غاليه جدا يعني، فما اقدرش اصرف ميه قليله، فيعاني الفلاحين ويبتدي يقولوا ان ما فيش ميه عشان ازرع عشان اروي بيها، وهو محتاج ان هو يروي او ان هو تبقى الميه زياده فبالتالي تروح على المصارف. فبقى ان هو في متابعه، وده بيمثل عبء على الوزاره طبعا بالتعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، بيبتدوا الحيازة الزراعية قد ايه وهيزرع ايه السنة دي وهتزرع، ويتابع بقى هو فعلا قال انا هزرع المحصول الفلاني، هل هو فعلا زرع ولا لا، ويبتدي يتابع معاه علشان يعرف العمر بتاعه، ويبتدي يعرف هو هيحتاج مية قد ايه. بتلفوا الأقاليم كلها يعني الحمد لله طبعا الوزارة لازم منتشرة في محافظات مصر كلها، سواء المديريات او اللي هي وكالات الوزاره يعني، وفي الهندسات اللي موجوده اللي هي بتبقى دول هم دورهم مش بس ان هو يوفر الميه ويحل المشاكل، دوره كمان ان هو بيطهر الترع، ان هو بيراقبها، بيراقب لو حد خد ميه في غير دوره، بيراقب المناوبات اللي بتتعمل، فعبء كبير شويه يعني، بس الحمد لله. الحمد لله، ويعني نتمنى نشوف طبعا الزراعه احسن من كده، لان اكيد اراضينا خصبه جدا وكنا بنزرع بالفعل، يعني انا زعلانه على القطن قوي يعني مش متاثره بيه، لان كنا بنسمع عنه قد ايه القطن طويل الصيله قصير الصيله، فكانت حاجه تفرح يعني، فنرجو اعتقد ان هو في ظل السياسات يعني المقترحه، في ظل التعاون ما بين الوزارات المختلفه، بيبقى اكيد هيبقى في دور مهم لهذه حل هذه المشكلات بحلول ممكن تبقى خارج نطاق او خارج الصندوق زي ما بيقولوا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا برضو بنرجع لدور البحث العلمي اللي هو المهم اللي موجود، ان احنا دوره ليه دور كبير قوي في ان احنا ازاي نبقى عندنا محاصيل نقدر ان احنا نزرعها تستهلك كميه ميه اقل. تعاون ما بين الجهات المختلفه في ان ممكن نزرع محاصيل بيبقى لها عائد اقتصادي عالي وفي نفس الوقت تاخد كميه ميه اقل. علشان كده برضو من نرجع تاني لدور المكتبة، ان المكتبة هنا هي متوصلة وبتقدر ان كل العاملين في الوزارة بيقدروا يخشوا، بتقدر ان هي تديهم تعرفوا مدخل يوزر نيم وباسورد على بنك المعرفة المصري. زي ما حضرتك عارفة بنك المعرفة ده بيشمل بقى الابحاث والدراسات والخرائط وحاجات كتير قوي على مستوى العالم كله، ويمكن نشرات ومجلات علمية الناس كان ممكن عشان بس مجرد ان هو ياخد الابستراكت بتاعها كان بيبعت مبلغ كبير، دلوقتي اصبحت متاحه للعاملين في القطاع الحكومي. فعشان كده لازم اولا لازم يتعرف او يخش ياخد اليوزر نيم والباسورد بتاعه من داخل مبنى الوزاره هنا، وبعد كده هو يقدر ان هو يتعامل بيه، لان هو المتاح للعاملين في الجهاز الاداري بيبقى اكبر شويه
وطبعا في الجامعات وفي جهات مختلفه، فيقدر ان هو بعد كده ممكن يستخدمها بقى من البيت، يستخدمها من اي جهه تانية، من مكتبه ايا كان، بحيث ان هو يبقى على اطلاع بكافه الابحاث الجديده في كافه المجالات. طبعا كلنا عارفين مع الاسف الشديد ان احنا بنلوث نهر النيل، ده يعني حاجه نفسنا نقلع عن هذه العاده السيئه، لانه يعني زي ما كان بيقولوا قدماء الفراعنه بيعتبروه مقدس، فالتلوث للنيل ده حاجه بتضرنا كلنا في كافه المجالات يعني. لكن سمعنا ايضا انه نهر النيل بيجدد نفسه وينظف نفسه، دي ازاي؟ او يعني بيغسل نفسه زي ما بنقولها بالعاميه، دي ازاي؟ هو طبعا مع طول المجرى نهر النيل من المنابع لغايه ما بيوصل اسوان طبعا بيتعرض للشمس، الظروف الجويه المحيطه اللي موجوده عليه، فمهما ان كان بيحصل فيه مشاكل فهو ده بيبقى بيحصل ان هو نوع من انواع ان هو زي التنقيه الذاتيه مع الوقت. يمكن سنه 94 لما حصلت المشاكل اللي كانت موجوده في رواندا وبروندي وقالوا ده رموا 200,000 جثه في نهر النيل والنهر هيتلوث والكلام ده كله، الحمد لله على ما وصلت مصر كان هي نظفت نفسها بنفسها. القصه الثانيه ان هو كان زمان قبل ما موجوده كان المجرى نفسه الترع والمصارف، فلما كان بيجي الفيضان فكانت بتاخد بقى كل ما هو موجود في قلب نهر النيل، وبتقدر ان هي تنظف مجرى نهر النيل زي ما بنقول يعني بالتعبير الدارج. انها بعد بناء السد وبعد ما احنا في ظل ظروف الشح المائي اللي موجودين فيه، فالوزاره بتنتهز من الحين للاخر فرصه ان هو لو جه فيضان عالي وكانت البحيره مليانه بكميه ميه مناسبه، فان احنا الوزاره بتقوم دفع كميه من الميه بتحاول ان هي زي ما بيقولوا كده تعيد الحياه او تعيد البريق الى نهر النيل نفسه. ده يطمنا ان شاء الله، بس برضو لازم نخلي بالنا. لا، هو الاهتمام بنوعيه الميه ده لازم على كافه المستويات. احنا يمكن انا قلت لحضرتك ان الوزاره ليها استراتيجيه، من ضمن الحاجات الرئيسيه اللي فيها هما حاجتين مهمين، لان هو الباقي ده دور الوزاره. الحاجتين المهمين على المواطنين ان هو يعمل ترشيد وان هو يحافظ على النوعيه. عن حاجة اسمها بصمة المياه، دي ايه؟ ازاي بصمة المياه؟ البصمة المائية. المائية، تمام. البصمة المائية ده تعبير حديث، ويمكن في برضو كتب موجودة هنا بتتكلم عن هذا المصطلح. زي ما حضرتك قلت احنا بنواكب العصر وبنواكب العصر الحديث والابحاث الجديدة اللي موجودة، فكان بدأ ان طلع مصطلح اسمه المياه الافتراضية. المياه الافتراضيه دي يعني اللي هو كان بيقول لحضرتك ان انت لما بيبقى عندك شح مائي او عندك نقص في الميه، فما بتستوردي محصول ما، بتستوردي قمح مثلا، فانت مش بتستوردي القمح بس، انت بتستوردي القمح بتستوردي كمان معاه الميه اللي انت كنت هتزرعي بيها، يعني بنوفرها، يعني كانك بتشتري كميه الميه دي. ايوه بنوفرها، فدي اسمها مياه افتراضيه. كمياه افتراضيه، تمام. الكلام ده بدأ في أوائل التسعينات يمكن بهذا المصطلح، وبدأ يتعمل عليه أبحاث، وبدأ يتقال طب ما أنت أي دولة عندها مشكلة في المية تقدر إن هي تستورد المنتجات دي الجاهزة دي. ده كان بيروج بيه برضو، بيروج بيه نفس الفكرة. بدل ما المية تروح في الزراعة زي الرز مثلا بياخد مية كتير جدا مثلا، فحضرتك بدل ما تزرعي رز مثلا تزرعي محصول آخر بياخد كمية مية أقل، تصدريه بالفلوس بتاعته وتستوردي هذا الرز، يبقى كانك انت استوردتي هذه الكميه. ولكن ما هو يعني دي محاصيل رئيسيه، رز وقمح، فيعني حتى للمستقبل وللحاضر وكل حاجه، من لا يملك قوت يومه يعني. يعني هو بس احنا يمكن برضو محتاجين نغير شويه بعض المفاهيم اللي موجوده، تمام، لان احنا في الاول وفي الاخر عندنا مثلا دوله زي هولندا،
هي حياتها الاقتصادية كلها والزراعة زراعة ورد. باينة على الورد، تمام. ومع هذا هي رقم واحد بتصدر لكل العالم، تساوي كل المنتجات الموجودة. في بعض المحاصيل الاستراتيجية بتن انت تزرعي منها بعض الكميات المناسبة ليكي، تمام. بس احنا لازم نفكر بيه، ان انا وجهة نظري الشخصية برضو يعني عشان نكون فاهمين، ان احنا لازم نقول نفكر بالفكر بتاع الموجود دلوقتي، انما نظرية المؤامرة وان هما ممكن في يوم من لا الايام مش ما مؤامرة يدوناش. ولا حاجة، هي يعني واقع أو مبدأ أو معرفش. إحنا تعودنا إن مصر بلد زراعي، وهي فعلا مصر بلد زراعي، يعني هو ربنا اللي مديهولنا، الهبة اللي مديها لنا الزراعة، فإحنا أنا شايفة كده بنضيعها تمام، بعيدا ما بقى احنا عن كنا الآراء بنزرعها. الشخصية. تمام، ما هي كانت بتتزرع، بس بتتزرع لكام؟ العدد قد ايه؟ كنا إحنا كتير، بنتكلم 2 مليون إحنا و3 بقينا كتير مليون، والزراعة بتقل، بقينا فبقت كتير. المعادلة صعبة. وحتى لو احنا عملنا تحسين للزراعة وزرعنا عمليات الزراعة، ما عندنا مشكلة تانية، المية. ما احنا المية ما بتزيدش، فدي يعني عارف حضرتك، عشان كده قلت لحضرتك ان هو العيب اللي على وزارة الموارد المائية والري بيزيد يوم عن يوم عشان تقدر توفي بكافة هذه القطاع. هو كلام حضرتك منطقي، بس هنا برضو عايز كنا الجزء عايزين بتاع زراعة. البصمة برضه ده يعتبر اللي بعد كده، هو ده التعديل اللي تم، او الـ زي ما بنسميه كده، المصطلح اللي ظهر بعد المياه الافتراضية بنى على هذه القصة. قال طيب، ما انا ممكن انا ما بستوردش محصولة، ممكن استورد لحوم، ممكن استورد ملابس قطنية، ممكن استورد معدات، ممكن استورد آلات. طب ما نشوف بقى هي كمية المية اللي دخلت فيها قد ايه. يعني كيلو اللحم علشان يوصل لحضرتك كيلو لحمة هو بيستهلك كمية مية قد ايه، من اول لما يعني بيبقى بيتولد، الماشية بتتولد يعني، لغاية ما بتكبر بتاكل مية، بتاكل ايه، واللي بتاكله دوا بيتزرع فبياخد مية قد ايه، بتشرب مية قد ايه، بتبتدي يتصنع، بيوصل لحضرتك. فدي حاجات عالمية بدأ قالوا ان هو مثلا كيلو اللحمة تقريبا معدل 15,000 لتر مية بيستهلكوا، البيضة بتاخد قد ايه، الكوبايات القهوة، حضرتك بتشربي الكوبايات القهوة الصغيرة دي بلاش ده هو. القهوة لو سمحت، سيبي القهوة براحتنا في كلنا بنشرب القهوة، القهوة ونسكافيه، براحتنا في القهوة. يعني فده فرقوه كمان تشربيها في الكوبايه الازاز ولا كوبايه بلاستيك ترميها، لان البلاستيك كمان ده طلع بيتصنع بميه ويستهلك كميه ميه يا برضو. يعني خبر أبيض. التيشيرتات، كل الكلام ده كله، فبدا ان هو يطلع فعلا ان دي كميه، سنو قالوا ان دي بقى تجاره. يعني حضرتك بقى في الاخر بيتعمل لكل دوله هي بتستورد ميه قد ايه وبتصدر ميه قد ايه نتيجه المنتجات والمحاصيل وخلافه اللي هي بتستورده او تصدره. احنا نرجع بقى لسنة 1800 احسن بالشكل ده. الحقيقة احنا بنشكر حضرتك جدا على الجولة الرائعة دي داخل المكتبة وفي نهر النيل ايضا، ويعني نتمنى نشوف مزيد من التحديث والتقدم، ونتمنى ان احنا نقرأ الكتب من خلال الموقع. مهندس عمرو القاضي، مدير عام المعلومات والاحصاء والمشرف على المكتبة، شكرا لحضرتك على اللقاء وعلى الاهتمام بالمكتبة العظيمة. شكرا يا فندم. سلامات يا مصراوي، يا عزيز عيني، يا أصيل، يا جناوي، يا شرقاوي، عرجك يا شهد النيل، غاوي حكي الجهاوي، وصفت هناك مواويل على صوت طبق